أظهر إحصاء رسمي أن الحالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في تركيا تجاوزت 1000 حالة خلال يوم واحد، وذلك للمرة الأولى منذ 3 أسابيع، ما قالت الحكومة إنه حد فاصل نحو إمكانية إعادة النظر في قواعد العزل العام. وقال فخر الدين جوجا وزير الصحة على تويتر إن الإصابات الجديدة بكورونا وعددها 1083 حالة تمثل زيادة حادة في الأيام الماضية، مما تثير المخاوف في الوقت الذي اختتمت فيه تركيا عطلتها. وأودى الفيروس بحياة أكثر من 5000 شخص وإصابة أكثر من 234، والذي رفعت فيه الدولة في الأول من يونيو أغلب إجراءات العزل العام الجزئي الذي كانت تطبقه. وأظهرت معطيات وزارة الصحة تشخيص 1083 حالة جديدة، ليرتفع الإجمالي إلى 234,000. بدوره شدد وزير الصحة التركي فخر الدين جوجا في تغريدة على تويتر على ضرورة الحيلولة دون وقوع خسائر كبيرة نتيجة التواصل القريب مع الآخرين خلال مواسم الأعياد والعطل. وأصدرت الحكومة التركية تعميما إلى سلطات الولايات يقضي بضرورة إجراء جولات تفقدية للخاضعين للعزل المنزلي بسبب كورونا. وأعلنت الحكومة الاتحادية الألمانية الثلاثاء رفع حظر السفر بالنسبة لتركيا بشكل جزئي. وقالت وزارة الخارجية الألمانية في إرشادات السفر الخاصة بها إلغاء التحذير الرسمي من أي رحلة سياحية إلى مقاطعات أنطاليا وإزمير وأيدين ومقلاة. وقبل إعلان الوزارة لهذا الإلغاء الجزئي لحظر السفر، كانت تركيا ضمن 160 دولة تقريبا خارج الاتحاد الأوروبي. ومنطقة شنجي يسري ضدها تحذير من السفر حتى 31 من أغسطس القادم في إطار إجراءات الحكومة الألمانية للحد من انتشار فيروس كورونا. يشار إلى أن الأقاليم الأربعة هي مناطق قضاء عطلات على الساحل الغربي في تركيا.